السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أحبائي، اليوم جبنا لكم فيديو جديد ومع خدمة جديدة ومع مساعدة جديدة. 2021 مساعدة مالية جديدة مقدمة من وزارة الأسرة والخدمات عن طريق الإيدولات. خليك معي وتابع الفيديو للأخير مشان تستفاد. أصدقائي وأصدقائي أحبلش معكم هلأ، تعرف تقرأ عربي؟ وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، التقديم المسبق لخدمة الدعم الاجتماعي الاقتصادي. أصدقائي، هاي المساعدة ما لها مساعدة كورونا ولا دعم كورونا، وهي المساعدة مو مساعدة الألف ومية، هاي المساعدة مو مساعدة الألف ليرة، لا، هاي المساعدة الجديدة، خدمة جديدة أطلقتها بوابة الحكومة الإلكترونية. أصدقائي، المساعدة للعرب للسوريين، يعني فيك تحط رقم الحماية 99 بيفتح، مو للمجنسين، للعرب للسوريين للأجانب. أصدقائي، باستخدام هذه الخدمة يمكن للأسر التي تعاني من فقر اقتصادي وغير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالها والتي تواجه صعوبات في الحفاظ على حياتهم حتى في أدنى مستوى، تقديم طلب أولي لطلبات الدعم الاقتصادي المؤقتة أو المحدودة للرعاية ودعم أطفالهم حتى يصبحوا مكتفين ذاتيا. يعني ممكن يحددوا لك راتب، ممكن يحددوا لك مثل ما أن معاش، مثلا يربطوا لك معاش شهري، بيعانوا مثلا، بيشوفوا الأسر اللي هن اللي بحاجة الموضوع، بيقيموا الموضوع وبيعتنوا بهالموضوع كتير، وإن شاء الله يطلع لك راتب. ما بدنا غير دعائك أختي أو أخي الكريم. يتم رصد حالة الأطفال المستفيدة من هذه الخدمة في آخر الربع السنوي، ويتم تقييم استمرار أو إنهاء الخدمة في المراقبة. أصدقائي، مثل ما شفتوا، هاي هي المساعدة الجديدة. نحن إذا بدنا نفوت نسجل على هاي المساعدة هلأ قدام عندكم، راح تشوفوا كيف نسجل، وراح نبلش بالتسجيل. الرابط هاي المساعدة راح أترك لك إياه بصندوق الوصف، وراح أترك لك إياه بأول تعليق بالفيديو، يعني تحت الفيديو الرابط هاي المساعدة. نضغط هون تطبيق جديد. اخوتي، قبل ما تضغط على تطبيق جديد، اول شي بدك تديره على اللغة التركية مشان يفتح معك، مشان ما تقلي ليش ما فتح معي، بدك تديره من اللغة العربية على اللغة التركية مشان يفتح معك. راح ندير على اللغة التركية، ونحط هون على محل اشارة الزائد يني باشبور، نضغط عليها فتح معنا. اخوتي الاعزاء، هون بيعطيك شروط، هذه الشروط بدك توافق عليها، نترجمها العربي نحن. بعد ما ترجمناها فيك تقرأ الشروط. مكتوب الشروط مثل ما شايفين، هذا المربع الصغير اللي هون، لقد قرأت المعلومات الواردة أعلاها وأوافق عليها. يعني بعد ما بتقرأ أنت هالشروط هي كلياتها، بتحط على المربع الصغير سهم، بتحط هون استمر. نرجع نكرر أصدقائي، قبل ما تضغط على الاستمر اقلبوا على اللغة التركي مشان ما يخربط معك. قلبنا على اللغة التركية وننزل لتحت، دوام إت على هاي الإشارة الزرقاء. مثل ما شايفين كمان فتح معنا هاي الصفحة، راح نترجم هاي الصفحة كمان. خدمة الدعم الاجتماعي الاقتصادي، الاستفسار عن البيانات الشخصية والإذن والبحث فيما يتعلق بتقييم طلبي. هلأ هون رح نكتب اسمح بالبحث في القضايا المتعلقة بطلباتي. يعني هون بشوف شو في عندك انت طلبات مقدمة مشان المساعدة، وبيعطيك معلوماتك. هلأ بيعطيك معلوماتك، رقم تليفونك والأدرس والاسم وكل شيء. هلأ رح نحن نحط هون سهم على هالمربع الصغير، نقلبه على التركي. قلبنا على التركي ونرجع نحط هون دوام ات. نعم اصدقائي، مثل ما شايفين هاي المعلومات اعطانا اياها، معلوماتنا الشخصية، اسمك وكل شيء، معلومات الكملك والادرس مثل ما حكينا. نضل نازلين هيك لتحت اصدقائي لحتى عند العلامة الزرقاء دوام ات.
نضغط على دوام اد. هلا هون اصدقائي، بس لحظة بدي افرجيكم شغلي، بس لحتى احطه على المتصفح موقع الالكتروني. نعم اصدقائي، بعد ما قلبته على متصفح سطح المكتب، اصدقائي هاي الزرقاء بعد ما بتشوف معلوماتك بتأكد من معلوماتك، الادرس والرقم الهاتف كل شي عندك تمام صحيح. نضغط على هاي الاشارة الزرقاء بالدوام اد. هلا هون اصدقائي بنحط البيانات، قبل ما نحط البيانات يعني ليك حتى هون بشوف يعني المرحلة الأولى قطعناها، المرحلة الثانية قطعناها، الثالثة، وهي نحن بالمرحلة الرابعة الباش باشورد. راح نترجمها على العربي. معلومات أساس التطبيق، القرب من مقدم الطلب، اختر القرب من مقدم الطلب. رح نختار مثلا مين عم يكتب الطلب، القرب مثلا تقربه ولا انت عم تكتب الطلب، مثلا اختر الام، الاب، الاخر، شريك، الزوجة السابقة، مثلا اي شقيق، بنت، المهم تختاروا انتم. مثلا حط الاب اللي عم يكتب مثلا، او الام اذا كانت الام عم تكتب تحط الام. حطينا الاب مثلا. اجمالي دخل الاسرة الشهري، يعني قديش اجمالي الدخل تبعكم، مثلا بتحط مثلا 3000، 2500، حسب مثلا شو اجمالي الدخل. نحط مثلا 2000، حسب انتو شو بتكتبوا، انتو شو دخلكم بالشهر بتحطوا. مثلا حدد دخلك بالشهر، مثلا قديش الدخل تبعك بالشهر. كمان هون مثلا بتحط الدخل مثلا 2000 او 2500، بتحدد الدخل تبعك. انا عم هدول الارقام عم بكتبها مثال لاصدقائي. عدد اطفال دون السن 18، كم طفل مثلا هون يعني تحت السن 18، كل واحد بكتب مثلا اطفال 3 4، كم طفل عندكم بتحطوا تحت السن 18. مثلا انا حطيت 3. تبرير التطبيق، هلا هون تبرير التطبيق بهالمستطيل هاد يعني شو المشاكل الاجتماعية التي تحتاج دعم الخدمة الاجتماعية، وما الصعوبات التي تواجهها في رعاية طفلك، ولماذا تحتاج الدعم المالي. حدد مثلا هون اصدقائي، يعني رح نكتب هلا نكتب بالتركي طبعا، يعني اللي بيعرف بيكتب تركي بيكتب بالتركي، اللي ما بيعرف يعني يستعين بشي صديق، يستعين بشي حدا يعرف يكتب بالتركي. هلا رح نكتب مثلا، نحن نكتب انه انا الصعوبة كتير عم بلاقي مثلا رعاية اطفالي، ما عم بقدر اقدم لهم الدعم المالي، ما عم بقدر اقدم لهم مثلا المعيشة والراحة، وما عم بقدر اقدم لهم التعليم مثلا، يعني من هال تعطي عذر مثلا وتكتب بتروح على المترجم اذا ما لقيت حدا يكتب لك بالتركي. لما بتترجم باللغه العربيه بتكتب وترجمها على اللغه التركيه، بتكتب بالعربي بترجم على اللغه التركيه. بعد ما بنحط العذر هون اصدقائي، بنحط هون كلمه استمر. هلا مثل ما شايفين على هي الزرقاء بنحط استمر، انا راح اعبي هالبيانات اصدقائي ونستمر معكم. اصدقائي مثل ما شفنا، انا بعد ما كتبت طلب عبيت البيانات طبعا وكتبت السبب، راح اضغط على كلمة استمر. هلا فتح لنا هي الصفحة، هي الصفحة اللي راح نترجمها. نعم اصدقائي، معلومات هوية الاطفال في الاسرة، يعني مثلا كم طفل عندك، 3 2 4 مثلا، تكتب كل طفل رقم التيجي واسم الاول والكنية، وتحط هون التاريخ الميلاد، وتحط ذكر ولا انثى، يتحدد الجنس، وتختار التعليم من هون التعليم مثلا ابتدائي كذا، تحط التعليم مستوى التعليم الطفل. نضغط على كلمة يضيف، من كلمة يضيف نكتب
معلومات الطفل الثاني. بس خلصنا معلومات الطفل الثاني كمان نحط يضيف، نرجع نحط معلومات الطفل الثالث مثلا، نحط كذلك لحتى يخلصوا كل الاطفال، بتسجلهم كلياتهم. وهلا رح نسجل البيانات ونشوف مع بعض اصدقائي، خليكم معي. نعم اخوتي، هلا بعد انا ما عبيت البيانات، حطيت اسماء الاولاد والتاريخ الميلاد وحطيت جنسيتهم ومستوى التعليم. هلا رح نضغط تحت على المؤول المستطيل الازرق اللي تحت منه على دوام ات. نعم اصدقائي، مثل ما شايفين فتح معنا هاي الصفحة هلا، واللي هلا هون بيقلك انه حدث، يعني بيفرجيك المعلومات اللي سجلتها، مثلا الاسم والادرس واسماء الاولاد والدخل الشهري، المعلومات اللي حطيناها انه بيقلك اكد عليهم، اعملهم مراجعة. وبعد تأكيد على المعلومات اللي سجلتها نضغط على اخر وحدة باشور. مثل ما شايفين اصدقائي هيك بتكون تمت العملية بنجاح، سجلنا على الطلاق. نروح منترجم على اللغة. ستتم معالجة طلبك من قبل مديرية الاقليمية الاسرة والعمل والخدمات الاجتماعية حيث تقيم طلبك. سنتصل بك المديرية الاقليمية او مركز الخدمة الاجتماعية لتقييم حالتك، وسيتم انتهاء من فحص تقديم طلبك في غضون شهر واحد على ابعد تقدير، وسيتم ابلاغك. اذا كان من المفهوم انك لست ضمن نطاق هذه الخدمة فقد يتم اعلامك عن طريق البريد الالكتروني او الكتابة، يعني الرسالة الاس ام اس. هيك اصدقائي كنا خلصنا الطلب اللي قدمناه طبعا، وان شاء الله الكل بيحصل على المساعدة، وان شاء الله بيتحدد راتب شهري للعوائل المحتاجة. اصدقائي اللي نحنا انا عم نبذل اقصى جهدنا مشان نقدم لكم يعني هالمساعدات هي مجانا. نحنا كل شي اللي بدنا اياه منكم انه تدعمونا باشتراك في القناة ولايك وللفيديو. واذا عندكم اي سؤال اي استفسار سيبونا بالتعليقات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.